أنت معي معلمة ميرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناتي اسمي نميرة. هيا نتعلم اللغة العربية. اليوم سنتعلم عن الموضوع في المطبخ. في المطبخ لمهارة الاستماع والكلام والقراءة. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. اللغة العربية للصف الخامس، الوحدة الأولى، في المطبخ، مهارة الاستماع والكلام والقراءة. هيا ننطق. ثلاجة، 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 ثلاجة. فرن، فرن، فرن. صحن، صحن، صحن. فنجان، 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 فنجان. الآن استمعوا ثم رددوا. مستطيل، 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 مستطيل. مربع، 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 مربع. بيضاوي، 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 بيضاوي. دائري، 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 دائري. أيها التلاميذ، الآن هيا نقرأ معا. هيا هيا. شكل الثلاجة مستطيل، شكل الثلاجة مستطيل. شكل الفرن مربع، شكل الفرن مربع. شكل الصحن بيضاوي، شكل الصحن بيضاوي. شكل الفنجان دائري، شكل الفنجان دائري. هيا نجري الحوار. ما شكل الثلاجة؟ ما شكل الثلاجة؟ شكل الثلاجة مستطيل. ما شكل الفرن؟ ما شكل الفرن؟ شكل الفرن مربع. ما شكل الصحن؟ ما شكل الصحن؟ شكل الصحن بيضاوي. ما شكل الفنجان؟
ما شكل الفنجان؟ شكل الفنجان دائري. الآن انظروا إلى الصورة، أي الإجابة الصحيحة؟ مستطيل، مستطيل. مربع، مربع. بيضاوي، بيضاوي. دائري، دائري. ممتاز، الإجابة صحيحة. نكتفي بهذا القدر، شكرا على انتباهكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.